مؤتمر تشكيل النادي الاهلي، محمد الشناوي في حراس المرمى، محمد هاني في الجبل اليمنى، علي معلول في الجبل اليسرى، ايمن اشرف يتزامن مع ياسر ابراهيم على حساب رامي ربيعه، حمدي فتحي والسوليه، والرباعي اللي لعب المباراه الماضيه كل من حسين الشحات ومحمد مجدي قفشه ورمضان صبحي تحت تحت طبعا الراس حربة جونيور اجاي وخيرات فايلر. هو مغير تغييره واحده بس انت قلتها تامر، اللي هي رامي ربيعه مكان ياسر ابراهيم مكان رامي ربيعه. التشكيل ثابت ده الاستقرار الفني اللي كابتن هل بدا يستقر التشكيله؟ اللي كابتن سامي الشين قال عليه، هو بدا يحط بشكل قوي، واحنا قلنا من 7 لـ8 ماتشات هتقدر تثبت التشكيل، ولا عشان عنده فتره راحه بعد كده 10 ايام ممكن لا هو فيه أموره. هو 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 دلوقتي هو بيلعب بنفس التشكيل تقريبا اللي كسب بيه المباراه الاخيره. وفي نفس الوقت هو التشكيله اللي بيلعب بيها، هو بيلعب 4 فلات ورا، 3 3، دي خلي بالك من المدرب اللي يديني المؤشر ان هو يلعب بالطريقه دي، اعتقد ان هو على طول تعرف ان هو بيحب الكره الهجوميه، وده واضح من خلال الاختيارات بتاعته في الفتره الاخيره بالنسبه للعيبه. فايلر نجح بشكل قوي الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي بالطريقه اللي بيلعب بيها 4 3 3. النادي الاهلي كان بيلعب بقاله سنتين 4 3 2 1، وكنا دايما بنقول ليه ما بنغيرش الطريقه، كان دايما بيلعب بفرود واحد وتحتيه 3 ايا كان بقى مين اللي كان بيلعب، رمضان، وليد سليمان، عبد الله السعيد لما كان موجود كان بيلعب بالتلاتة وقدامهم واحد فرود، انما الراجل بيلعب دلوقتي صريح 3 قدام، واعتقد ان هم التلاتة ماشيين بشكل كويس قوي، وتحتيهم 3 مساعدينهم بشكل قوي في الحته الدفاعيه والحته الهجوميه. نعم. التلاتة اللي هم حمدي فتحي وعمرو السوليه وقفشه، دول 3 في وسط الملعب. نعم. رمضان صبحي وحسين الشحات وجونور اجيه، اعتقد ان التشكيله مناسبه جدا، الارقام بالنسبه للعيبه بتدل ان في تفاهم وتجانس واضح جدا مع اللعيبه بشكل قوي. نعم. الاطراف انا اعتقد ان هو بدا يثبت محمد هاني ناحيه اليمين، احنا عارفين فتحي كان شغال فتره طويله في الجنب ده، محمد هاني اعتقد ان هو بقى ثابت بشكل اساسي. صحيح. ما عندوش اي يعني الحلول موجوده كابتن تامر في النادي الاهلي بشكل قوي جدا في كل المراكز. نعم. حتى كمان الدكه اللي موجوده أزارو او وليد سليمان بدايل موجوده بشكل قوي تفيد النادي الاهلي في اي وقت من اوقات المباراه.